اسأله. تمام، يعني نازل النهارده ليه عند مسجد ربع العدوية؟ حضرتك انا نازل جاي من اسكندريه مخصوص في الحر والكلام من ده، بس كل ده ما يهمنيش، بس اهم حاجه ليا هدف اللي هو تحقيق الشرعيه والاعلام المضلل دوت الكذاب. لازم يعرف ان مرسي رئيس منتخب وشرعي، وان الدستور دستور شرعي والناس موافقه عليه. انا بس انا اسمي هانم المنوفيه، المنوفيه معروفه ان هي اغلبيتها الدلو احمد شفيق. انا انتخبت الدكتور محمد مرسي وجاي النهارده، رغم ان انا في بعض الحاجات انا مش انا لا اخواني ولا سلف، جاي النهارده ادافع عن صوتي. بس انا انتخبت الرئيس مرسي وجاي النهارده ادافع عن صوتي. لا انا جاي من اسكندريه مخصوص، والجو حر بس ما حسيتش باي حاجه، لان عندي هدف عايزه اوصل له. عندي هدف ان كلمه الحق لازم تظهر، ولازم نتحمل، وكلنا لازم نتعب، مش كلنا نقعد ونرتاح وعايزين الرئيس يوصلنا. وبعدين عايزه اوصل كلمه بس للشعب المصري، ان لو اخطاء مبارك بتاع 30 سنه واللي قبلها كمان تتصحح في سنه، يبقى احنا كنا المفروض نروح لمبارك ونقول احنا ظلمناك، احنا اسفين، لكن اخطاء مبارك ما تتصححش في سنه. تقول ان المؤيدين المفروض ما ينزلوش، هو الطبيعي ان هم ينزلوا عشان يبينوا قد ايه حجم المفسدين وحجم الناس الفاسدين، وقد ايه الاعلام الفاجر عمل غسيل مخ للناس المغيبين اللي كانوا شرفاء. وبعدين كل الاعلام الفاسد تسبب في ان الناس يحصل شقاق بينهم، مش الرئيس ولا الشرع ولا الشرع ولا الشريعه هي اللي عملت انقسام الشارع السياسي. اللي عمل انقسام هو الاعلام الفاجر الماجور اللي ما زال بيحلم ان النظام الفاسد يرجع تاني ويحط الناس الصالحين في السجود في السجون، ويفضل الرقاصين والفنانين هم اللي في الشوارع وهم اللي مسيطرين على الدوله. احنا لما انتخبنا الرئيس واحنا بننتخب بنقول اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا اشرارنا، مش اللي بيقول بنتي تعمل اللي هي عايزاه وعندها 21 سنه هو ده اللي هيسود وهو ده اللي هيأيد المفسدين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يعني اللي فات الدمار اللي بيتم من زمان كفايه، ينبغي ان احنا نكف عنه كفايه. ايه اللي استفدناه من زمان من قبل؟ ايه اللي استفدناه؟ ايه اللي عاد على الشعب من قبل؟ المرض والجهل والفقر والضياع والانحلال والعياذ بالله والهلكه في البيوت وفي كل مكان، الضياع في المدارس والجامعات وفي حتى جهاز الدعوه نفسه برضه ضيعوه، جهاز الدعوه من ضمن. يعني عايزين نقول كفايه كده. موجودين عشان نأيد الشرعيه وعشان نقول للي عايز عنف، للي عايز عنف انت اللي هتتحمل المسؤوليه، انت هتتحمل مسؤوليه نفسك وهتتحمل مسؤوليه الفوضى اللي هتكون في المجتمع وانتوا تكونوا سبب. انا شايف ان المشكله حاليا دلوقتي مش مشكله محمد مرسي، والله مش مشكله الاخوان ولا مشكله السلفيين، المشكله مشكله هويه بلد بيحارب عليها من قبل الاعلام علشان تقول ان احنا عاوزين نخلي مصر دوله علمانيه ما يحكمهاش الا رئيس علماني. وغزهم اشتد وازداد اوارهم وكيدهم لما جه رئيس من التيار الاسلامي، وهم عارفين انه هينجح، ولولاش عارفين انه هينجح ما كانوش حاربوه المحاربه الشديده دي. جينا من اسوان عشان نقول بس ان احنا هنفدي الشرعيه ونفدي الاسلام بدماءنا وارواحنا، ومستعدين لاكثر واكثر واكثر، والله اكبر والنصر للاسلام ان شاء الله. لا للعنف، لا للفوضى، نعم للشرعيه، لا لدخول مصر في منظومه الفوضى، في اليات الديمقراطيه، اليات الحكم. انما نظام الفوضى ده يدخل بلد في حرب اهليه ودخل بلد في فوضى. احنا ان شاء الله هنرجع الامبراطوريه الاسلاميه اللي هم الصحابه الكرام رضوان الله عليهم جابوه لنا لغايه هنا، واحنا هنكمل المشوار حتى نلقى الله عز وجل. باسم ده دكتور ساب منوته الشريفه واشتغل في الاعلام لمؤاخذه اللي هو مش كويس، ويطلع يشتم الدكتور مرسي. ده رئيسنا ولازم نحترمه ولازم ياخد المده بتاعته اللي هي 4 سنين، ولو مش عجبنا نقول له مع السلامه. عدى سنه فاضل 7 سنين، 7 سنين خد بالك. ده بيطلع يشتم بيشتم 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 بيشتمه. شوف ده مرتبه كام؟ ده بياخد 16 مليون ونص. ده مين؟ باسم اديب بياخد 12 مليون، محمود سعد بياخد 12 مليون، لميس بتاخد 9 مليون ونص، خير رمضان بياخد 10 مليون، وائل براشي اللي دايما يولعها من المنيا، محافظه المنيا. احنا عاوزين شرعيه ثوريه ولا عاوزين شرعيه دستوريه؟ احنا انتخبنا الراجل دواتي بشرعيه دستوريه، هنيجي نشيله بشرعيه ثوريه؟ يبقى هم هيجيبوا رئيس جديد، هننزل نعمل ثوره اسلاميه وهننتخب رئيس اسلامي باذن الله، وهنعلنها دوله اسلاميه ان شاء الله. والشعب المصري اسقط المخلوع في 18 يوم،
الفلول بالبلطجه بالفلوس اللي بالمليارات اللي بتيجي من بره، بقى لهم سنه مش عارفين يعملوا حاجه مع مرسي، لان الشعب كله معاه وربنا معاه فوق الجميع ان شاء الله. سبب نزولي النهارده وقفه مؤيده لرئيس الجمهوريه، لا لم تكن لرئيس الجمهوريه كحزب، بل هي للشرعيه والاستقرار وعدم الفوضى، وننادي بعدم صفق الدماء وبالسلميه في كل شيء، لان المعارضه الفاشله، لان الفاشل دائما كما يقال في الامثال حجه البليد مسح التخته. السيناريو ان شاء الله اتوقع يوم 30 يونيو 30 هذا الشهر الذي فيه قول رب العزه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا وربنا يجعل كيدهم في الحروب ان شاء الله.